العكوب للناس اللي ما بتعرف إيش هو العكوب. العكوب هو نبات شوكي طبعاً بري، مشهور أكثر شيء بفلسطين وبالأردن، بجبال تمام. فلسطين وجبال الأردن وسهولها كمان. تمام. طبعاً بيكون هو عبارة عن نبات بالجذور، والشوك بيكون من فوق بتلقط، وطبعاً بتشفى أول شيء، بنقام منه الشوك. عفواً يا عبد الله، بنقام منه الشوك كامل ولازم يتنظف منيح. وطبعاً ثاني يوم بتلاقوا الشوك طلع كمان، شو سوي؟ فأنت بدك عاد تشيل إذا ظل الشوك عنده، يعني تتأكد إنه ما في شوك بالمرة نهائياً عليه. عندنا هون في هاي الطنجرة، بسم الله، وطبعاً طناجرنا اليوم زي ما انتم شايفين عمراني. عندي هون لحم طبقته مع شوية بصل وزيت، ورقة غار، كم حبة هيل، ورايح أضيف عليه إيش؟ العكوب. سلق اللحمة. بدي أكمل طبخه، أنا مفوره. أنا مفور العكوب. تمام. يعني أنا محافظ على لونه 100%. إذن هون كان مية وبصل. طبخ ورقة عادي. خار. كيف تجيبوا لحمة؟ منضيف شوية سمنة أو زيت، منقلي البصلات، منضيف اللحمات، منقلب شوية ملح وفلفل. تمام. حبتين هيل ورق غار، ومنحط مي، وبس تستوي اللحمة منضيف العكوب. بدي أغلي كمان معه حوالي 4-5 دقائق حتى ينضج تماما. تمام. إحنا هون قبل ما أضيف اللبن بالطنجرة ونعلمكم كيف بدنا نسويه، خلوني أول شيء أبدأ في تحضير الأرز. تمام. عندي هون أرز حبة متوسطة. طبعا هاي الرز من أفخم أنواع الرز، قطاف كامل الأوصاف. تمام. نقعته، غسلته ربع ساعة مية عادية، وصفيته ونظفته، أمور طيبة. في طنجرة راح أرفعها عن النار، رايح أنا شوف أنا بحب أطبخ بالسمنة. فكرتك تقول بحب أطبخ مش حدا جنبي. يا ريت يا زلمة، يا ريت، أنا بتمنى هذا العكس. ما حبيتها منك. طيب. أنت قلبي، أنت القلب. لا لأنك سكتت أبو هون، عرفت؟ لا أنت القلب. حسيت أنك تقول بحب أطبخ مش حدا جنبي. طيب أضفنا زيت وسمنة، راح استنى شوي بس، بعدين أبدأ بتحميص إيش؟ الشعرية. نرجع اللبن. بمس ما يذوب. هون اللبن بدي أعلمكم هالشغلة، بس باللبن بتحطوها بالطنجرة هيك وبالسكين، خلص نزلت كلها. شايفين؟ يا سلام. شايفين الطريقة هاي؟ هاي طريقة 2-4-2. هاي طريقة اللي معه 2 دان. 2 دان. طيب مباشرة كل كيلو من لبن طيبة بدي ملعقة مسح من النشا. هذول 2 كيلو، هاي 1، هاي 2. صراحة أنا بحبش أضيف بيض على اللبن. في ناس بيضيف، ما بحب أنا شخصيا. بحكيش إنه غلط نهائيا، وبحكيش إنه صح، بس أنا شخصيا بس غير النشا. تمام. هاي طريقتي. تمام. مباشرة ممكن تضيف هون بودرة مرق دجاج أو تضيفوا الملح. على البارد حبايبنا، كله على البارد. تمام. نخلط اللبن منيح وبنرفعه للنار بالتحريك المستمر حتى يصير في عندي غليان. ممنوع ارفع ايدي من الطنجره لحد ما يغلي، بفرط اللبن معنا او بكزبر. هون نضيف النشا. شو انا نشا؟ هذا مش نشا، هاي شعيريه ابو هون، خليك معي. نضيف الشعيريه. انا صراحه عم بجرب انه انت صاحي ولا مش صاحي. لا نضيف الشعيريه. وبدنا نقلبها عاد حتى نطبخ الرز. اذا عندي هون الطنجره هاي فيها العكوب مع اللحمه، الطنجره هاي عندي لبن مغلي، والطنجره هاي في عندي اكيد الشعيريه. بنزل بالرز وعطول بنزل بالرز، رز قطاف، وبعطيه ابو طه شويه ملح. بدك تحريكه؟ حرك حرك. لا لا ما هو شوي صغير. بدي اقول لك على تحريكه. هاي الملح بدكم بلطف. يعني علي انا عامل حسابي ما تحركوا لي هيك. ايوه تقول لي والله الرز كسر معي. لا هيو ها ها اشيو منه اشيو منه. تفضل ابو هون، شوفوا كيف تحريك الرز بهالشكل. تقليب. طلعوا كيف تقليب. بدي حمصه الان لمده 4-5 دقائق 6 دقائق حتى يتشرب من السمن والزيت. وبعدين اضيف له المي اللي قاعده بتغلي، بس ما تحركوا فيه هيك. بتكسروا طبعا.
مش طبيعي، اي رز بتكسر. هون صار عندي عيني صار يغلي عشان يستوي، راح نقدح له ثوم على جنب بالاخر مش الان. واللبن عندي هون اموره كويسه. هذا طبعا انا غليت لبن بده تقريبا ثلث ساعه اللبن. الان العكوب واللحم صار جاهز. الان بضيف اللبن مباشره. وين اجراءاتك؟ ايوه على المية السلق. طبعا مية السلق مباشره. ايوه اللي كنت تسلق فيها اللحمه يا عيني، وكنت فيها البصلات 100%. والله طبعا. طيب تمام. فبنضيف شويه زيت. بس بدنا نسوي تشت ال طبعا الثوم القطع. احنا لازم نطلع فاصلنا الثاني. ايوه بدنا نتشتش هالثوم على السريع. ننزل بالثوم. ننزل بالثوم. انتبهوا الثوم ما بديش اياه، ما بدي الثوم ياخذ لون. انتبهوا كوبنا مع لحمتنا مع لبننا. شوفوا ماركه ما ارتب هاللبن. شوفوا ما ارتب اللبن اللي طبخنا فيه اليوم عن جد. طبخ لا فارط لبن طيبه عن جد رهيب ومميز جدا جدا جدا. لا فارط ولا محثرب. يعني بعد 42 سنه خبره بدك اللبن معي يحثرب؟ والله سبحان الله ممكن يعني يحثرب معك اللبن. بس اول مره بسمع المصطلح هذا جديد. يحثرب صح او يفرط؟ يفرط يكزبر. كزبر. اما يا شو هاي حثريب؟ بس زي الحثريب يعني. ما يفرط بس زي الحثريب. خلاص قول له وانسى. يعني بدل معكم خلاص قول له 100% كلامك صحيح وخلاص. إذا عكوبنا جاهز، معنا وقت نحكي عن الطبخة؟ طبعاً. طيب كيف حضرنا العكوب باللبن؟ أول شيء جبنا لتحضير عكوب باللبن مع رز بشعرية، أول شيء جبنا اللحمة وقليناها مع البصل وضفنا عليها بوكي جارني، أضفت عليها مي بتغلي وخليناها حتى نضجت 100%. كنا مفورين العكوب بعد ما نظفناه منيح. طبخناه مع اللحم لمدة 10 دقائق، بعدين غلينا اللبن. كل كيلو من اللبن بده ملعقة من النشا. حركنا شوي صار عندي غليان واثنين بغلوا. أضفت اللبن على العكوب واللحم على جنب. كان في عندي قلاية صغيرة أضفت عليها زيت، حمصت شوي ثوم وطشيتهم على اللبن وتركته يطبخ حوالي 10 دقائق كمان. بدنا كيلو عكوب منظف، كيلو لحم رأس عصفور عجل أو غنم اللي بدكم إياه، بصل، بدنا 2 كيلو من لبن طيبة المميز، بدنا نشا، ثوم مفروم، ملح وفلفل، الرز بشعرية لأن أكيد بدها هاي جنبها رز بشعرية، 4 أكواب أرز قطاف الحب المتوسطة، 5 أكواب من الماء، نصف كوب من الشعرية، ربع كوب من الزيت أو السمنة، شوية ملح وشوية من الفلفل.